صباح الورد، طفل عنيد. هل تؤمنون انه اكو طفل عنيد وطفل غير عنيد؟ مع العلم بانهم ما يكونون طالعين من نفس البيت ونفس التربية. هذا السؤال انطرح البارحة في نقاش بيني وبين صديقتي، ونقاش بينها وبين اصدقاء اخرين، بانه شلون ممكن اكو طفل عنيد او خبيث او وكيح الى اخره من التسميات، واكو طفل مسالم وطيب عاقل لطيف، مع العلم يكونون مثلا طالعين من نفس البيت ونفس التربية. طبعا الجواب لبعض الناس كان بانه الاستعداد عند الطفل، او ممكن يكون بالجينات او الى اخره. حسب رأيهم بأنه الأطفال يجون من المصنع هم يا أما خبيثين عنيدين يا أما طيبين ومسالمين. طبعا حسب رأيي أنا واللي توصلنا له بعد النقاش، بأنه الطفل دائما يولد بفطرة سليمة، الفطرة غير ملوثة. التلوث يصير بعد الولادة أو حتى مرات أثناء فترة الحمل، حسب الطاقة اللي دا ياخذها من أمه، من أبوه، من البيئة المحيطة، لأنه طاقة توصل. فهنا يبلش التلوث من المعتقدات اللي دا ياخذها من أهله، من الطاقة اللي ورثها منهم واللي دا يستلمها من المحيط، من المشاعر اللي دا تخرج منهم والذبذبات، ومن الأفكار، ومن طريقة تعامل الأهل مع هذا الطفل. شكد كمية الحب اللي دا توصل له، شكد كمية التقبل، شكد نسبة الانتباه لهذا الطفل، بحيث ما يضطر انه هو يتصرف تصرفات عنادية او الى اخره لجذب الانتباه. لما تقولون بانه هم طيب، ما هم من نفس البيت ونفس التربية. طيب اسألكم سؤال، هل انتوا ربيتوا كل اطفالكم بنفس المشاعر، نفس الطاقة، نفس الحالة النفسية اللي كنتوا بيها؟ أكيد لا. حتى وإن حاولنا أنه إحنا نعدل فلن نعدل. ليش؟ لأنه إحنا نفسيتنا مثابتة، طاقتنا متغيرة، مشاعرنا متغيرة، الظروف اللي مرينا بها غير شكل. ممكن مع الطفل الأول كان عندي حماتي أو أمي ساعدوني، ممكن مع الطفل الثاني صرت وحدي وعندي طفل آخر، واهتمامي ومشاعري تشتتت ما بين الطفلين وبين مسؤولياتي، وممكن أكون أني اضطريت أشتغل، ممكن أكون غيرت مكاني إلى آخره. الظروف دائما تتغير، النفسية تتغير، الطاقة تتغير، فبالتالي مشاعري اللي دا توصل لهذا الطفل أيضا تتغير. فماكو شيء اسمه نفس البيت ونفس التربية، كل طفل دا توصل لطريقة معاملة ومشاعر وطاقة مختلفة عن الطفل الآخر، مستحيل تكون نفسها. أوكي؟ فإذا لما أبدي أنظر لأطفالي على أنه هم انعكاس لما في داخلي، وليس أنه هو عنادي أو هو خبيث، راح أعرف أتعامل معاهم صح، وراح أعرف أضبط ما في داخلي، أعتبرهم مرآة جميلة لما في داخل. رجاء بدل ما نحكم على الأطفال ونخلي لهم إطار بأنه هذا الطفل غيار، هذا الطفل خبيث، هذا الطفل عنيد، نحاول أنه نتقبلهم مثل ما هم، ننطيهم حب وتقبل غير مشروط مثل ما هم بالضبط، ونستغل هاي الانعكاسات اللي دا نشوفها من خلالهم، بأنه احنا نغوص إلى ما في داخلنا ونشوف شنو أكو مشاعر في داخلنا، شلون أحنا دا نتعامل مع نفسنا أولا ومعاهم ثانيا. فإذا نستغل هاي الانعكاسات ونضبط ما في الداخل، وبالتالي حتى تصرفات الطفل راح تتغير. لما الطفل راح يلاقي انتباه واهتمام، راح يلاقي حب كفاية، راح يلاقي تقبل، صدقوني راح يطلع طفل سليم
100%، ورح يرجع لفطرته السليمة، ورح يكون حقيقي، ما رح يفطر يمثل حتى يرضينا، ولا رح يفطر بأنه هو يتصرف تصرفات غير لائقة بس حتى يجذب الانتباه اللي هو أساساً مفتقده. مفتقد الانتباه، مفتقد الإيموشنال كونكشن اللي قلنا عليه، التواصل العاطفي، مفتقد لتقبل وحب غير مشروط. فإذا احنا نلاحظ هذا الشيء، نضبط ما في داخلنا، نصير نتعامل مع نفسنا أولا بتقبل وبحب لا مشروط، لأنه هذا الطفل ده يعكس لي شيء، فأضبط ما في داخلي وأضبط طريقة تعاملي معه، وبالتالي راح أشوف التغيير الجميل اللي راح يطلع عليه، وما أحط عليه أحكام ولا ليبلز. رسالة اليوم كانت: إذا كان عندكم طفل عنيد أو خبيث، انتبهوا على ما في داخلكم، انطوا لنفسكم حب وتقبل، وبعدين راح تطلع هاي الطاقة لأطفالكم ولكل اللي حواليكم، وبالتالي الانعكاس اللي راح تشوفوه فيهم وفي الواقع اللي خلقته حيكون جميل ومطابق لما في الداخل. فإذا نعطي نفسنا وأطفالنا تقبل وحب لا مشروط، اللي هو العلاج لكل شيء تتخيلوه في هاي الحياة، هو الطاقة الأصلية، هو المصدر اللي انخلقنا منه. فكل ما ردنا نضبط ما في داخلنا ونضبط حياتنا وحياة أطفالنا، نرجع إلى الأصل، إلى المصدر، إلى الفطرة، إلى الحب.